وجعني هون، على هو صاير الوجه اللي هون، هلا لاحظوا شباب كمان انا نسيت لكم انه بيغطي الكبد قسم الاضلاع وبيغطيه مين؟ حجاب الحاجز. لاحظوا شباب طلعوا اي واحد بحط ايده هون، الكبد عاده يا شباب بالحاله الطبيعيه ما انا مرضي بيكون مختفي تحت الاضلاع، بس كبر تحت الاضلاع معناتها في حاله مرضيه في ضخامه الكبد. عرفتوا شباب؟ هلا هون في الحاله الطبيعيه الكبد لا يبرز تحت هذه الحالة. وقت بصير ضخامة بأحد الأمراض المعينة بصير بينزل تحت بأمراض معينة، أورام، تشمع، أمراض التهابات كبد متقدمة ممكن تصير هذه الحالة. ماشي شباب؟ نرجع شباب بس شوي هلا لاحظ شباب وقت الحويصل الصفراوي إذا لاحظ شباب هذا الوجه لاحظ شباب من الأسفل من هون هذا الأسفل يعني بس مقلوب صاير يعني يمين يسار ويسار يمين. ماشي شباب؟ لاحظ هذا السلم الأيمن من الأمام شو متوضع فيه؟ لاحظ شو؟ هذا القسم الأمامي بهالمنطقة بالسلم من الأمام متوضع فيه المرارة أو الحويصل الصفراوي. الحويصل الصفراوي. بينما بالخلف متوضع فيه السلم، هذا السلم يمر فيه الوريد الأجواف السفلي مثل ما مر على الوجه الخلفي. تمام يا شباب؟ هلا نجي على مين؟ هذا بيجي على الجهة اليمنى اليسرى، هذا السلم الأمامي الخلفي الأيسر، من الأمام فيه رباط اسمه الرباط المدور، ومن الخلف اسمه الرباط الوريدي، من عبارة عن أربطة من بقايا جنين. هلا لاحظوا شو شفتوا الأمام والوجه الأمامي للكبد يفصل بيناته ومين؟ رباط اسمه الرباط المنجري، هذا رباط وظيفته شباب تثبيت يساعد في تثبيت الكبد، يعني يربط الكبد بجدار البطن الأمامي بيسدده على جدار البطن. هلا اذا بتريد حبيب بعدها هلا لاحظوا هون في شغله شباب لازم تعرفوها قبل ابدا عفوا الصفحه فضل شايف نسيت اذا بتريد الصفحه الاخرى لاحظوا شباب شفتوا هلا هون هلا شفنا كل بالوجه الخلفي وبالوجه الامامي بالوجه العلوي شفنا الكبد كم فص فصين ايمن وايسر بينما لاحظوا شباب بهالمنطقه هون نتيجه توضع هذا السلم مع هذا السلم مع هذا السلم المتفاعل يعني الايمن مع الايسر مع المتفاعل قسم الكبد الى اربع فصوص لاحظوا شباب الى الايمن لاحظوا الى اليمين وهذا اليمين صار ما علمنا صار الى الايمن من الخطوط الامامي الخلفي الايمن هذا اسمه البطن الايمن هلا لاحظوا شباب الى اليسار من الخطوط الامامي الخلفي الايسر شو موجود؟ خلف ايسر الخطوط الايسر شو موجود هذا البص الايسر لاحظوا شباب هلا بين بمكان توضع الحويصل الصفراوي والرباط المدور وهون السربة او الخط المستعرض هون عندنا فص اسمه الفص المربع الفص المربع هلا لاحظوا شباب الى الخلف من السربة خلف من السربة وعلى يمينه موجود وريد الاجوف السفلي وعلى يساره مكان توضع الرباط الوريدي هذا اسمه الفص المدلل. لذلك يا شباب على الوجه الحشوي للكبد يشاهد انطباعات الاعضاء المجاوره او الاعضاء الحشويه المجاوره. يوجد عليه سلمان وعمود سلمين خلينا طولانيين وسلم مستعرض. السلمين المستعرض طولانيين الايسر والايمن شكله متحرك بلغتهم. المستعرض هو مكان توضع السره. اللي بيمر فيها مرجع عليه فرعين للشريان الكبدي فرعين لوريد الباب والقناتان الكبديتان اللتان تخرجان من سر من الكبد قناه كبديه يمنى وقناه كبديه يسرى تمام يا شباب؟ حكينا الخطوط الايمن بقسمه الامامي يتوضع في حفره هون اسمها هون بيتوضع عنها الحويصل الصفراوي او المراره بالقسم الخلفي منه يوجد سلم يسكنه بالوريد الاجوف السفلي بينما السلم الايسر موجود فيه رباطان بالامام يتوضع الرباط المدور ومن الخلف الرباط الوريدي ماشي شباب هلا هون بهالشكل هون خلصنا هلا حكيت لكم انا من شوي شباب على الصفحه اللي بعدها ماشي على الطرق الصفراويه مثل ما حكينا يا شباب بقلب الكبد بتشكل مين قلنا؟ بتشكل العصاره الصفراء، هذه العصاره الصفراء تنتقل عن الاقنيه داخل الكبد، يعني قنيات صغيره
استئصال هذا الورم وبقيت لحم شراب في شغلة عند الجراحين عادة يقسموا جراحين يقسموا الكبد مثل ما كنتم شايفين هون شباب إلى 80 قطعة 80 قطعة لحم شباب وإذا تطلعوا وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لحم شباب شو كل قطعة من هذه القطع فيها شراب فرع لشريان كبدي وفيها فرع لوريد الباب وفيها فرع للقناة الكبدية أو بداية للقناة الكبدية لذلك أي جزء من هذه الأجزاء ممكن يقوم بوظيفة الكبد يعني أحيانا بيضطروا يستأصلوا الكبد أو بيقيموا قطعة من الكبد جزء باقي من الكبد حتى لو كان هالقد ممكن يقوم بوظيفة الكبد عرفتوا شباب؟ لذلك أي جزء من الكبد ممكن يكون بحل محل بأي قطعة بوظيفة الكبد لذلك هذه عند أورام الكبد ممكن يصير استئصالات ويصير عملية زراعة كبد بيقطعوا ما بيزرعوا كبد كامل ممكن يزرعوا شيء من أحد أقضيبائه أو واحد يعني إذا في توافق بيناتهم بيقوم بهالعملية هي تمام شباب؟ في عندنا شغلة هون شباب هلا مثل ما حكيت وشفتوا شباب طبعا تلاقوا على الصورة هون هذا مو الموضوع نحن طالعين طالعين المرارة وشايفين كيف شكلها شايفين لحظة شباب قلنا لكم هذا شو اسمه؟ هذا اسمه العقرب قلنا لكم في قناتين كبديتين تخرجان من الكبد وحدة اسمها يمنى وحدة اسمها يسرى لحظة شباب هذين القناتين الكبديتين يتحدثان مع بعضهما البعض بشكل قناة اسمها القناة الكبدية المشتركة ماشي شباب هلا هالصفراء وين اجت؟ اجت من الكبد وبدها تروح تصب بالنهايه وينها شباب؟ بالقطعه الثانيه من العقل بمعنى من شوي حكى في مجال البادر في مصنع اسمه مصر الكودي هي بتنظم عمليه دخول يعني بيحتاج الجسم من العصاره الصفراء واللي بيزيد لاحظوا شباب بيزيد من العصاره الصفراء يمر يختزن وين؟ يتخزن بالمراره وين يتخزن بالحويصل الصفراوي وقت بيحتاج الجسم يخرج هذا على لحظه شباب المراره مثل ما كنتم شايفين شكلها مثل الجاصه بالاعلى اسم القاع بالاوسط اسم الجسم هون اسم القلع العنق واخر جزء منها اسمه القناه المراريه او القناه الجيسي تمام شباب لحظه شباب التقاء لحظه شباب التقاء القناه الكبديه مو هي بنسميها قناه كبديه مشتركه ناتجه من التحام من اتصال القناتين الكبديتين اليمنى واليسرى هي اسمها قناه كبديه مشترك تتصل مع مين؟ شايفين شباب مع مين؟ مع القناة الجيسية أو القناة المرارية بشكل ما يسمى بالقناة الجامعة أو قناة كوليدو أو القناة الصفراوية المشتركة، أي اسم من هالكلام ممكن ماشي شباب؟ تمام يا شباب؟ هي اسمها القناة الجامعة تتشكل أو القناة الصفراوية المشتركة، شايفين شباب؟ بتمر خلف القطعة الأولى من العقل بتمر، شايفين يا شباب؟ تخيلها هون بسيط جدا بتمر عم يبينونا مو على وجه الامامي ولا على وجهها الخلفي للقطعه الاولى من العقل. بعدين تعبر خلف هون مين كان هون بيكون بعد تتذكروا حكينا راس المعسكر كمان يمر خلف راس المعسكر ليصبهم بهالمنطقه اللي اسمها الكليم العفافي بمصر بمرجل بادر بيصب معه بنفس المنطقه فلا تكفي من البنكرياس هذه القناه من القناه المعسكريه الرئيسيه بتدخل الاميلاس ل له علاقة مع العصارة الصفراء في عملية الهضم. ماشي شباب؟ في غيره في أميلات تعرف في غيره هذا على كل حال هل تدرسوها بالمستقبل هلا ما كل شيء فينا نحكي يعني. على كل شباب هذا بالنسبة للبرارة. أعطينا استراحة دكتور. استراحة. من طول هذول يا شباب. تمام هيك. على كل المسألة بس تخلص حبيبي إذا إلك سؤال ماشي شباب إذا بتريدوا يعني إذا بتعرفوا معنا إيه شباب خلنا نكفي الجو إذا بتريدوا أخي افتحنا على الأمبرياس نرجع لحظوا شباب هذه القطعة شايفين شباب هي هون عبارة عن المعدة العقل الكلي الأجوف السفلي الأظهر البطني ولاحظوا شباب هذا هو الأزرق الصغير اللي هون هذا عبارة عن
هلا اذا تتفضل هوني انا بالمره الماضيه قلت لكم الشباب نحن وقت نفتح البطن ما بنشوف البنكرياس مباشره، بدنا نضطر نرفع المعده بنشيل جسم المعده ونرفعه باتجاه الاعلى بنشوف خلفه مباشره بشكل عرضاني وقت الخيط بشكل امتداد الشباب بشكل هي هي تقريبا هي هي عباره عن توضع البنكرياس متوضعه بين خلف المعده خلف البريكوان خلف الصباغ هلا بنحكي شو هذا البريكوان شو هذا الصباغ خلصنا شغله صغيره ونخلص على كل الشباب نرجع على الشباب قلنا شباب هذه الغده مؤلفه من راس ومن عنق من خلف العنق مين بيتشكل بشوي حكينا وليد الباب ما هلا بشوي حكينا ولاحظوا شباب هذا الجسم هذا الجسم يمر خلفه الشريان الطحالي يعني خلف الجسم يمر الشريان الطحالي مو الوريد الشريان لان الوريد عاده ما كان بيقول اياه يمر على السطح العلوي على الجانب العلوي من الغده المعسكري الشريان يمر خلف الجسم المعسكري ينتهي عند سن الطحال ينقسم الى خمس فروع تتوزع على الطحال عندنا شريان الطحالي هو فرع من الجذع الثلاثي اللي ماشي شباب هلا مثلا يا شباب هون السوق صفر عندنا هذا زي المعسكري زي المعسكر يمتد باتجاه الاعلى يصل حتى المراق المراق الايسر بلامس سر الطحال، شو سر الطحال؟ مكان دخول العناصر الى الطحال او خروجها. ماشي يعني اوعي مثلا شريان طحالي او وريد طحالي. هلا هذا الزي ممكن له اثناء مسار له مجاورات مع الكدني، شايفين شباب؟ كدني بالنسبه شايفين شباب؟ هلا بقلب البنكرياس شباب بقلب البنكرياس في قناه هذه القناه بسموها القناه المعسكريه او بقلب المعسكري او بداخلها في عنا قناه قناه معسكريه رئيسيه هذه القناه تبدا في السيل وتسير باتجاه الجسم وتمر خلف بمنطقه الراس بتكون المعسكري وتنتهي بمكان وين انصباغ من القناه الصفراويه بنفس المنطقه بالحليب العقدي عن قصر الكودي هذا وتنقل الملف الى القطعه الثانيه تمام شباب شوف لسه عندنا ما بعد هلا الطحال شباب هو عباره عن عضو مؤلف من نسيج لمفاوي نحن شباب الوجه الحجابي يعني يلامس الحجاب الحاجب بيكون أمنس تقريبا بينما نحن هذا الوجه اللي هون موجود عليه السره هذا الوجه الحشوي موجود عليه مين؟ موجود عليه السره الذي يدخل منها الشريان الطحالي ويخرج منه الوريد الكلوي الوريد الطحالي الوريد الطحالي تقريبا له حافه مثل ما انتم شايفينها بالاعلى وله حافه بالاسفل بتوضعه بهالمنطقه شباب يكون له جوار مع الحجاب الحادث وله جوار مع الاضلاع ثلاث اضلاع التاسع والعاشر والحادي عشر بيجوا قدام شايفين شباب بيلامسوا هذا الوجه مو هذا الوجه الوجه ماشي شباب هاي بالنسبه للطحال اخر شيء شباب نخلص عن الاسئله اللي سالوني اياها الشباب لحتى يعرفوا شو معناه البريكوان شو معناه الرباط شو معناه البريكوان شو معناه الرباط شو معناه الدرب شو معناه المساري لان ما حدا راح يفهمكم اليوم شباب البريكوان ما بعرف انتم سمعانين انه بالرئه بغطيها غشاء هذا الغشاء وغشاء الكلى هذا الغشاء له طبقه جداريه وطبقه حشويه طبقه حشويه بتتصل بالرئه حتى الرئه بتعرفوا هي شقوق ما بعرف بتفرجوا كل يوم هذه الشقوق عاده في شقين على الرئه الافقي ومائل على الرئه اليمنى وشق واحد مائل على الرئه اليسرى حتى انه هذه لاحظوا شباب هذه الطبقه الكندي بالنسبة الطبقة الحشوية أو تدخل ضمن هذه الشقوق. أما الطبقة الثانية ما هي ما في داعي ونحكي لكم إياها دكتور معين. هلا الطبقة الجدارية هي الطبقة اللي بتغلل يعني بتعمل مثل كيس حوالي مثل كيس حوالي الرئة، الرئة اليمنى والرئة اليسرى. بين الثنتين في تجويف الجنب. هذا التجويف عادة بيكون فيه سائل، هذا السائل يسهل عملية حركة الرئة ويساعد في عملية التنفس ويمنع الاحتكاك بين طبقتي الجو. هلا نفس الشيء لاحظوا شباب أنا عملت هون مثل رسم تخطيطي أو رسم يعني بالإيد. هذا هون عاملين مقطع يا شباب. عاملين مقطع لاحظوا شباب كبسنا هون مرقنا مستوي قطعنا هذا البطن في هالمنطقة هون مر هذا المقطع لاحظوا شباب قسم من الكبير
قسم من المعي وقسم من الامعاء. ماشي شباب؟ هون لحتى نفهم شو هو البريتوان، كمان البريتوان هو عباره عن غشاء مصدي يقسم الى قسمين، بريتوان جداري وبريتوان حشري. لاحظوا شباب، البريتوان الجداري هو اللي لاحظوا اذا بتطلعوا لاحظوا شباب، هذا الاسود اللي هون هو جدار البطن اللي قلت لكم انه مقلب من عده طبقات، هذا الاسود، بعدين من الداخل اخر طبقه عندكم من جدار البطن من الداخل بتغلف الاحشام او بتغلف البطن والحوض بنفس الوقت، اسمه البريتوان الجداري. يعني لاحظوا شباب، البريتوان الجداري هو عباره مثل جنس مثل اطار يحيط بكل تكوين البطن من الداخل. بينما البريتوان الحشوي هو اللي بيحيط بالاحشام. عرفتوا شباب؟ البريتوان الجداري هو اللي بيحيط بتجويف البطن بين او الحوض بنفس الوقت، لان البريتوان بيمتد بين الحوض وبين البطن. بينما البريتوان الحشوي هو الذي يحيط بالاحشام، مثلا بغلف المعده من الوجه الامامي ووجه الخلفي، يغلف الكولون المعترض من الامام للخلف. مثلا بغلف الامعاء الداخليه مثل ما قلت لكم هلا شكل المروحه بيجي بتبقى امامه ومن خلفه. مثلا بغطي في بعض الاعضاء بتدرسوها بعدين، يعني ما راح ندخل بالتفاصيل كثير، في بعض البريتوان ما بيغطي غير وجه الامام، يعني بيجي ببر فوقها فقط البريتوان الجداري، بغطيها بس بالتطلال، يعني بتصير خلف البريتوان مثل الحالب مثل الكلي مثل الكولون الصاعد بغطي وجهه، بالتالي بيكونون الاعضاء خلف البريتوان. انا ما بدي ادخل بهي، بس انا بس بفهمه انه شو معناه البريتوان الحشوي، شو معناه البريتوان الجداري، وهلا اذا قلنا على الصفحه اللي بعدها هلا البريتوان يا شباب، هذا البريتوان شباب طبعا بتعرفوا شباب بدي يمرق معكم ترب كبير وسرب صغير صغير، بدي يمرق معنا رباط من جد ربط، بدي يمرق معنا رباط عريض للرحم بكره بالايام، بدي يمرق معنا اربطه اسمها اربطه، بدي يمرق معنا جنب المساريق اهلا سالم الزميل عنا. شو معناته هذول يا شباب؟ يا شباب اذا تريدوا خمس دقائق من فضلك يا شباب. هلا بتعرفوا نحن اي شو هو اول شو هو العباره السرب او الرباط او المساريق بيناتهم هن عباره عن انسداد او من البريتوان مؤلف. لاحظوا شباب من طبقه مضاعفه، يعني طبقه من البريتوان مضاعفه مو طبقه واحده، طبقه مضاعفه. مثلا اذا اخذتوا لاحظوا شباب هون في مقطع سهمي لكم شو بالضبط يا شباب، هون عندنا مقطع سهمي او مقطع ناصب خلينا نسميه بالبطن. لاحظوا شباب هذا المقطع مارب هون اذا بتطلعوا هون، هذا هو الكبد، هي هون عندنا المعي، هي الكولون المعترض، لاحظوا شباب هي الامعاء مفهوم بالنص هي مارب بيناتهم، شايفين؟ لاحظوا شباب عاده لاحظوا شباب عندنا هون البريتوان قلت لكم بغطي الاعضاء، مثلا لاحظوا شباب مغطي الوجه الامامي مغطي الوجه الخلفي لمين؟ للمعي، بعدين بيلتقوا هذول الورقتين الاماميه والخلفيه شكلوا مثل طبقه مضاعفه او طي مضاعفه من البريتوان، هذه الطي المضاعفه ارتبطت بعضو اخر لاحظوا هو الكبد، يعني لاحظوا شباب اتصال ما بين احد الاحشام وحشى اخر، حشى مع حشى او عضو حشوي اول مع عضو حشوي ثاني، شايفين؟ مثل معدي مع الكبد هو الاتصال بيناتهم، هذا الطي المضاعفه من البريتوان اسمه السرد، يعني اتصال بين عضو حشى مع حشى اخر اسمه السرد. بينما اتصال انتبهوا شباب احد الاحشام مثل الكبد مثلا عبر الرباط المنجي مع جدار البطن الامامي او العلوي، جدار البطن اسمه الرباط. بينما ثاني شيء المساريقه هي الطي المضاعف، طول بالك يا حبيبي وفر الله شوي الطي المضاعف او الامتداد تبع البريتوان اللي بيصل بين الامعاء الدقيقه مثلا لنفترض وجدار البطن الخلفي، يعني بين احد الاحشام وجدار البطن الخلفي اسمه المساريقه. عرفنا شباب؟ بين حشى وحشى اخر اسمه سريقه، بين حشى وجدار البطن الامامي اسمه رباط، بين حشى وجدار البطن الخلفي اسمه شو؟ مساريقه. مثل مثلا مساريقه الكولون السين، مساريقه الزائد الجزئي، مساريقه الامعاء الدقيقه. رباط في عنا رباط أربطة عليه، رباط الحاجب ويوم رباط الحاجب، يعني الحاجبي.